عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم نتكلموا على تكوين البيرو تاع الفيدرال تاع الفاف، وين نقولوا باللي خلطة كبيرة، وين من مصادر موثوقة من داخل الاتحادية، وين مشاكل كبار. الكل يريد أن ينصب نفسه في مكان قوي، في كما نقولوا احنا كرسي قوي، وين لا برنامج لا شيء. يعني الكل كما نقولوا احنايا الانتخابات 2017 تعيد نفسها، هذه هي. لما نيش نتهم في كيسمو تاعنا زاتشي ولا لا، صح، هذا التهاون، هذا هو التهاون، ومش وراء ناس متهورين، سماع الناس متهورين. الشعب الجزائري لو كان الدولة سمعت كلمة برك من عند الشعب الجزائري، وهو والي اقتصادي، أو إرجاع الحاج محمد راوراوة من أجل العودة بسرعة في دواليب كرة القدم الإفريقية وحتى العالمية. يعني احنا دروك ناس هاي تبكي على فلان، خايفة واحد يستقيل، خايفة من. أنا نقول لكم شنو نخمم، أنا روح دبر لي خليفة تاع محرز، صاحبي، دبر لي خليفة تاع عيسى ماندي، دبر خليفة تاع فيغولي، دبر لي خليفة تاع إبراهيمي، الجيل الذهبي هذا، روح دبر لي خليفة تاعو. وما مدرب ولا رئيس اتحاد يجي يمشيها، يكون ذكي، يعرف كيفاش يمشي. كل ما تقوليش بلي ماجر ولا لا، ماشي ماجر، كاين مدربين يعني وين يعرفوا كيفاش يستغلوا ويمشوا ويصنعوا تاريخ روحهم. هذه هي، وين اعتماد قائمة واحدة يترأسها عمار شارف الدين رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد لدخول انتخابات الفاف، أثرت ضجة كبيرة واستغراب كل الفاعلين في محيط كرة القدم الجزائرية. فبعدما كان الجميع يتمنى رؤية وجوه جديدة على رأس الاتحادية يمكنهم المضي قد يعني بالكرة الجزائرية، لاتضاح في الأخير أنه لا شيء تغير، والفاف تسبح ضد التيار الجزائري الجزائر الجديدة. ويعتبر عبد المجيد ياحي رئيس اللجنة الترشيحات أول شاهد على تواصل مهازل كرة القدم الجزائرية، لا سيما بعدما تم تعبيد الطريق لمرشح واحد لخلافة خالد الدين زتشي دون أن يستوفي كل الشروط القانونية. وشاهدنا عبد المجيد ياحي وين تكلم قال باللي هو كان يسير في مؤسسة، وبصح فانيك والي اقتصادي، كي تقول بلي والي اقتصادي راه في عام من الحجة ولا ست أشهر من الحجة، فانيك دير حسابك والي اقتصادي، فانيك راه من التسعينات هو يسير في مؤسسة، راه ماشي كيف. وقال ياحي في تصريحات صحيفة بعد قرعة كأس الرابطة التي جرت يوم بمقر الفاف، لازلنا في الجزائر القديمة وخرق القوانين متواصل، وعلى السلطة تحمل مسؤوليتها، وهناك أناس ينتظرون الهاتف. وتمنيت عدم رؤية مثل هذه الأشياء في الجزائر الجديدة. أنا كرئيس للجنة الترشيحات رفضت ملف ترشح هذا الرئيس تاع مادار لأنه لا يستوفي الشروط، ولكن أعضاء آخرين في اللجنة قبلوا الملف وأنا بريء من هذه الفعلة. هذا ولم يكن اسم عمار شارف الدين يدور في الأذهان الأقرب مقربين من محيط الفاف، لسيما وأن هذا الرئيس شباب الوزداد في جديد في تسيير رياضي لا يتعدى موسمين ونصف، وهو ما يتنافى مع شروط ترشح، الإضافة إلى افتقاده لخبرة الإفريقية. وبهذا الصدد يقول رفيق، ونشعرنا كيفاش رفيق وحيد صحفي متخصص من جريدة الخبر، يبدو أن السلطة لم تحفظ الدرس، والآن نحن نعمل من أجل الحفاظ على المنتخب الوطني ولا يهمنا أي شيء آخر، بما أن الهدف هو البحث عن رئيس توفقي للفاف يرضى به بالماضي، وأنا وإن كان لا يستوفي حتى شروط الترشح فهذا دليل على افتقار السلطة
لبعد النظر ولسياسة السياسة العامة الراشدة. مكتب خير الدين زاتي كان وين تحصل على كأس إفريقيا، وقد سيكون من يعني المعلوم أن وزارة الشباب والرياضة هي التي تضع خارطة الطريق للاتحادات، ولكن كل مؤشرات الحالية توحي إلى أننا نريد شراء سلم اجتماعي بالحفاظ على المنتخب الوطني وفقط. يعني شو كيفاش وين الناس، حنا المهم وين نشوفوا باللي هذا الاتحادية، يعني نقولوا باللي نجمو نقولوا وين كانوا ناس وين عرقلوا دروك راهم ندمانين، دروك يحوسوا كيفاش يجبدوا رواحهم، عاودوا كيفاش يديروا تصريحات، يديروا استقالات، يديروا منا يضغطوا بطريقه تاعهم، يعني براءه محسوب باش يبرئوا رواحهم. يلا ما كاش من هذه، ما رانا عارفين شكون اللي وصلنا لهذه المرحله هذه، وكاع تعرفوه شكون هو. انا نقول جمال بالماضي، انا مانيش يوتيوبر انايا ولا واحد اخر ولا صحابي يضرب من يضرب جوش دروات. لا انا حاضر لكم الصح لي كيما نقول لك حنايا دخل في هذا، دخل كرة القدم في مشاكل هذا المدرب تاع جبت كاس افريقيا. يلا كنت تقولها الراسه تاع ولدي كثر خير طوطال لكم، شي طوطال وجابوها ب 50 مليون دولار وتربحوا غاديك. اي هضروك صحيح، هضروك نحضروا كاع، ما كاش ابطال علينا، ما كاش فارعين علينا، خاطش علاه لافريك وما يكونش عندك، ما يكونش عندك رجال ما دير والو، ما يكونش عندك ما تكونش عندك كولاسه مليحه ما دير والو. راه المصاروا خطاهم عيسى حياتهم يخلصوا، خطاهم عيسى حياتهم ولاش يكلفوكم دافريك وقعدوا لينا هذيك. انا عارف كاع الشكاين، خلونا رانا ساكتين وبيتردونا. تا كاين اللي جا ب 2019 جاي يتبع كرة قدم، حنا كرة قدم نعرفوا للراسة تاع والدي، انا نعرفوها هاك عمين تاول هاك خير رجاله، خدمت في الصحة. هذا واش راكم باغيين، واش راكم باغيين عندنا؟ هي يقول لك في لافريك يكون عندك منتخب ولازم لك الكولاسة، ني مواني بليز. فرنسا فانيك جابتها لعب، فرنسا جابتها لعب، كوب دي موند جابتها لعب، فرنسا جابت كوب دي موند لعب. روحوا تفرجوا برومي ماتش كونت لوسترالي، فرجوا 2018 فرنسا لوسترالي برومي ماتش، وتعرفوا كيفاش فرنسا خرجت فايزه في ذاك الماتش. روحوا وشوفوا دوان الشيطان يا جماعه، كاين امور ما كيفاش، ما نجمش كيفاش نقول، كاين صوالح صعاب، كاين الناس كاين لا هذا لوبي صعيب، هذا سيكتير صعيب، ربي يجيب الخير وصايك. ما كاش اللي بغى يسمح، ما كاش اللي بغى من بعد. هيا قولوا لهذاك كمال، هذاك مؤمن ايت قاسي يخرج يهدر. شباب نقولوا حنا الله يسهل، ضروك كرة قدم وين أصبحت كل واحد يحوس يدير أوطاج للشعب الجزائري. كان اللي غلط الدولة، كان اللي غلط رايس، قال له أنا الشعب في جيبي أنا ندبر راسي. الشعب في جيبك، الشعب في جيبك، روحوا ديروا الشعب في جيوبكم. الشعب ما يقبلش الذل، الشعب يقادرك بصح ما تذلهش. الشعب يقادرك بصح ما تذلهش، هذه اللي نقولها انايا. كان اللي حاسب، كان اللي واحد يشوفك حشمان يقول لك راني غالبه، لا الشعب حشمان ومقادرك يا خويا، قادره ما تجيش ضد الرغبه تاع الشعب. الشعب كان نادر الساعه، الشعب كان يقول زاتشي يروح، خرج عليك بالماضي، قال لك انا زاتشي يقعد وزاتشي خدام، وزاتشي هو اللي ردني ناجح، وزاتشي هو اللي عطاني كاع الاخر، وزاتشي كلش زاتشي. الشعب شويه زعف من هذيك، الشعب على هذي قال لك انت راك دير في كلش. هي احنا عندنا منتخب وطني نقادروا ناس بصح ما تحكموش فينا، هذه اللي نعرفها انايا يعني.